بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن داود يا هلكن ونحرك وركع وعد كوسو دباتان اد كوسو سقدان وربخين وريد كان هدي الا وينو قدرو وايبا دابا دونتان وخا كامي نوقون دونا ذات ياسين حاج الداهر او لو دورتي خليبان غولها شعب كبارلمان كا سوماليا وعن دي سو غدبين دونا دورشدا فهد ياسين حاج الداهر ايو كرسيغيسا او كوسو بخاي اي 86 غولها ديغان كا دغمدا دينسورنا خيلكا قادس اي كو سميان قدوميهودي معي تاي سبب تحقي وربحينا يعني ذي كغاينا والديسو قد بندونا حكومة دا او امي سوم كلا هذا شاي مدح دا يا سياسيين توب كلا قليا قرون كد يارداه اذن عدى مقدش حقوي وربحينا يعني ذي كغيسو قد بندونا داو ديال صاحب يال شير السعودي رئيس الوزارة الرابل احمد مذوبي يا قد دا دور شوينكو معي قرفينا يعني حقوي وربحينا يعني ذي كغيسو قد بندونا داو ديال صاحب يال قضبضا يا كواكا لايات خد داود دونتان برنامج وريتكن عدیات کو عصب تا کو صبر کمی نقد داو داشت کو حرف لگری شر گری آره داده یه وحی کلا تا هنگ کدی بعدی گلو بوده گیه صاحب داد ورکه دعوی اینکی ور به نده حال کنند دیکو گوسو کد بندو داو داشت سه تاس کن نگو حرف نو صد واده مرکله و دیاسین حاج دایره یا لود در تو کرسی گه لی بان نمو ابرس دیتن یا له وحنا دورش دیسی کرد دعای مقاله د بلد و نه حرون تو قبل که ایران حال کاس آه deegan doorashada Hirshabeelle ee kursigiisa uu yaalay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ka socda doorashada 6 kursi oo kamid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo deegan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle doorashada ayaa waxa lagu horjeesay kursiga Hobsi 86 oo uu tartamayay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yasiin Haaji Daahir kaas oo doorashadiisa aad isha lagu hayay kursigan ayaa waxa sidoo kale isku soo taagay هل مشترح ولا ترتمي فهد ياسين كاسيو لغو مقعابو أحمد محمد أحمد وعنو وها ملحيس ما دام كرسيغان سيقارا لغو حري لتلياها أمنيقا قرنكا وي دد مركاسي آدي سيقودو ويهين فرماجو فهد ياه يلي تضباطن عد هالك مشرحي ترتمي يي ووسنه يلي أفر لباطن عد سيدو كلي وعا هلا بيسدح عد سيدو شاعي قد دا سيت هرشب يلي قوش فهد ياسين يا أهيد مدل سيفا فيي أما ولا فيلي ما دام ودلال حوغان وقليي كرسيغان او وخري وقفديي فارع شيخ عبد القادر نينكن او شنتي سنة لسو دافي آد اسكو قرين ايي ايا تضبات كان اسسو شعب بحيي اساقو الدونيا انو كبيرا قلاها شعب كبارلمان كسماليا سيد اللي فهم سيهي فهد ايا اوتر تمي دونا حيلك قدوميو كحيغان كبارلمان كسماليا حيلكاس او وراي اوها ايي عبدولي شيخ ابراهن مودي او دا قدر لغا ساري كد مركيو كرسيغي سكو صبحي نينكالي او استوريا اما مركز استوريا كيميد لكن لا شيغي ان دولت كينيا اي بعسانيسو سيكاستابا فهد ياسين ايا ديب اولا ميدوبي دونا ساحبادي سي كولاني ايا ياسين فري او ايوغو هراي لوغو دورتاي كامين نقشادا كورسيغا غولاها شعبكا بارلمان كاي سوماليا مركز لو حندي لان هيدا وديال كولان تيوعان ساحبادا سيدا توسكا انوغو حيرانو ديغان waa golaha deegaanka degmada Diinsoor ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyahooda xilbanaanta golaha deegaanka ee degmada Diinsoor ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha degmada Cabdi Salaam Haaji Siidow kulan maanta ay ku yeesheen golaha xarunta golaha deegaanka kulanka goobta ka dhacay ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar Cabdi wasiirka amniga Isaaq Cali Subax wasiirka qorsheynta أحمد مذوب النونو إيو مركاسي محمد أحمد باش وزير كدن يرادة إبراهيم علي آذن وإبراهيم آذن علي نجح هذا اسماء مدحتو يدا عبد الله علي وطين تلياع إذا مدى دراويشت إيو مركاسي حبنا كلا قدومي يدك مدى دينصور وقبل كباي ياسيدو كلا كمدا قولا ديغانك آيان مركاسي وليكا لين هلك قادستي لغو سميوي xukuumadda Soomaaliya iyo AMISOM waxay ka hadleen oo ay ka shireen arrimaha ku gadaaman hub kale la galo garoonka diyaaradaha Soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa ahadan la kulmay danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madeira ugu horeen danjira Madeira iyo wasiirka gaadiidka xukuumadda Soomaaliya ayaa ka wada hadlay amniga garoonka Aden Cade iyagoona wasiir Duraan uu horay u soo jeediyay in sharci laga soo saarayo gadiidka taariikhiga ah waa tiknikada ah ee lala galo
قدها جرانك ديارده هي هذا عبد الله عثمان هذا عادي ضعله كله وزيرك وزارة الجديد كي يدولسته هذا سوالي يا هي الدنجرها ميدو أفريقيا كلها الله ددجنت لسمها باركينج جديدك ودوال لده مركز لده حد جاي هرجلينته باركينج عصب جرانك هذا عبد الله هي سوكر دينا يا يرينته سحمد الجديدك أي كسر ميان والدوين كل مركز لده لقى قاله قد ديارده كلن كان دحمري وزيرك جديد كي يدولسته هذا دولان أحمد فارح يدنجرها ميدو أفريقيا سوماليا أمباسدور فرانسيسكو مارديرا أيها دابا سعودي كدي مركي دوان غرونكا مركا سيناي لقلان لقل عليا مسؤولين كتسان دولادة هوب فربضان يقادي دي وتن شر حساسي وصدح جيسو دا أيها أسعودة رئيس الوزراء حيل قارزينتا محمد حسين روبلي أحمد محمد إسلام محمد مذوبي أو مدحيوناها الدولد قوليتك جوبلان قودي دا دور الشوينكا او يغو مركاسي سقب قبسي ايو مركاسي مورن وكده تاغن يهي ور قرد ويد مركاسي كسو دعاي ور قبط كينا ايا شيغ ايا ان شر او سعود الرئيس الوزارة محمد حسين روبل مدحيوناها جوبلان احمد محمد اسلام مذوبي وقانك قودي دا دور الشوينكا هير دولد وهير فدرال ايو هير دولد قوليت شرك او احمد آلاد دا زومكا اما فوغان ارقا ايا واحا اللوغا هدليا حالاد دا دورشادا كرد عيسا قربهاري اي عاسمات دا قبل كاقيدو او موران او هرييي مدوين كيد دنبه حوغ هوسي او انو هيلو نوحي تيل ماما يان ان كولان كهاد دا سعودا قو آن لغاسو ساري دورو قبشادا دورشادا قربهاري لو بلانسانا دوان مسولين تجوبلان اي كاسو جيدا قيدو ايا كهور يميد ان دورش حور كاد دعي كرتو قربهاري او قعان تدولود قوليد كجوبلان هوس إيمانين زيكاستا أي حالة نقطو قربهاري وأبوعدا مركاسي مورن هريي دورشادا هالكاسي لغوودو إني كادعو ما دام يسوها يان مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو عانا مركاسي ديرد لساريا أريماها مركاسي لغيي لكاريو ما دام سفينة وعفايان قد دورشو ينكا وشيغي إن لغا مارمي دونو هادي مركاسي كورم كو بوحنو كراس تقيدو تالا isagoo sheegay inay u dhaqaaqi doonaan doorashada gudoonka baarlamaanka iyo markaasii waa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka kadibna ay noqoto tamid madaxweynaha Ahmed Mohamed Islam oo loo garanay Ahmed Madobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland iyo madaxweyna Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa markaasii isku wajahaya ama isku marila sida laga yeelayo doorashada kuraasta balad haawo ee garbahaari waa garbahaari arahde kuwaas oo markaas la soo heesto iyo guddaan gobolkaasi gado si kasta xaaladda noqoto madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhigan doorashada kuraastaas isagoo markaas diidan in kuraastaas dhinac loo dhaafiyo maadaama dhulkaasi oo markaas ay ku badan yihiin ama way degan yihiin beesha madaxweynaha halka Ahmed Madobe markaas laga cabanayo oo la sheegayo in boob uu ku hayo deegaankaasi Ahmed Madobana uu markaas diidan yahay in deegaan isagoo markaasii madaxweynaha goboleed ka yahay in loogu yimaado oo markaasii laga faramarujiyo maadaama madaxda kale ee dowlad goboleedadu iyagu ay mas'uul ka yihiin doorashada deegaanadooda marka la eego Puntland Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed si kastoo xaaladda noqoto Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa muddo dheer diidanaa aragtida madaxweyne Farmaajo ah in loo daayo waxana Farmaajo uu markaasii tiro dhowr jeer ah foodo iyo qas markaasii waxyaabo lagu tilmaamay ay ka dhaceen garbahaaray loo aanayay madaxweynaha inkastoo sax ahaansheeda aan xaqiijin karin anagu haddana waxaa la sheegay in ciidanka Niza ay ku sugan yihiin garbahaaray diiday yihiin in markaas wax Jubaland ka socda ay halkaasii gaaraan sida markaas eedeen hore ee Jubaland xubno kudlad midowday ah ay sheegeen si kasta oo xaaladda noqoto dhacdooyinkaas isdiidan ayaa ka taagan waxaana kulan ka raisul wasaaraha maanta la sheegaya in arrimahaasi uu daaran yahay sidoo kale Raisul Wasaar Rabl iyo guddida doorashooyinka ayaa ka fadhiisanaya arrimaha ku gadaaman kursiga Fahad Yasin maadaama guddida doorashooyinka ay sheegeen inay shir jaraa'id ku shaacin doonaan natiijada kuraasta doorashadoodu ee markaasii la qabanayo maadaama ay sheegeen in la jabsaday amaba laga faramarujiyay bogagga internetka website-ka Facebook-ga iyo sidoo kale Twitter-ka oo ay markaasii ku baahin jireen go'aanada iyo dhacdooyinka iyo xogaha halka waa nuxurka wararka hadii aad ku cusubtahay kamid noqo ku biir la grey shir grey araahdaada iyo waxay kula tahayna ka dhiba daawada adigoo la wadaagaya saaxiibada dhacdooyinka warbixinada iyo sidoo kale wararka halkaan idinku soo gudbino.
نبا دينا صاحب يال.